إن الله يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أتظنه ينساك؟ مرحبا شباب، أتمنى أنكم بخير. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والثالثة عشر من دورة تعلم برنامج الوورد. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية تحويل نص إلى جدول، ولكن هناك شرط يجب أن يفصل بين كل عنصر من العناصر نقطة أو فصيلة أو أي علامة. على سبيل المثال، هذا النص سيتحول إلى جدول، وهذا الجدول سيتكون من 4 أعمدة: العمود الأول الاسم الكامل، العمود الثاني النقطة، العمود الثالث المادة، والعمود الرابع الرتبة، بحيث يجب أن يفصل بين كل عنصر من هذه العناصر نقطة أو فصلة أو أي علامة أخرى. نقوم بتحديد هذا النص، بعد ذلك نتجه إلى انسيرسيون، ميني انسيرسيون، نقوم بالضغط على تابلو، نتجه إلى كونفيرتي لو تكست أون تابلو. تظهر هذه الواجهة، نقوم باختيار أوتر، هي موجودة لأنني قمت سابقا بتجربة. نقوم باختيار أوتر، بعد ذلك نضع، إذا كنا قد وضعنا بين العناصر نقطة نضع نقطة، وإذا كنا وضعنا فصلة أو أي علامة أخرى نضعها في هذا الجدول الصغير أو هذه الخانة الصغيرة عفوا. بعد ذلك نقوم بالضغط على أوكي. بهذا الشكل نقوم بتنظيم الجدول أو نقله إلى أي اتجاه نريد، على سبيل المثال بهذا الشكل. وهذا المربع الصغير أقصى اليمين للتحكم في في عرض الخلية أو طول الخلية بهذا الشكل. الأمر بسيط جدا. وصلنا إلى آخر الحلقة، لا تنسى الضغط على لايك وصبوني وكتابة التعليق ومشاركة القناة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.